اي قرار باقي السيد وكيل ما خدا حتى شي قرار متابعه في حاله صراحه وفي حاله اعتقال اللي كاين لحد الان، وهو انه الدفاع ديال الفنانه الكبار السي عبد الوهاب الدكالي ومولاي احمد العلاوي وعبد الله عصامي والسي امنا داروا التنازل للموكل ديالي. كاينين جوج المشتكين اخرين اللي هما السي التيجاني وشرطي بمدينه الدار البيضاء، باقي ما عرفناش القرار ديال وكيل الملك. حنايا التمسنا باش تكون للمتابعه في حاله الصراح لتوفر كل الضمانات القانونيه. الان القرار بيد السيد وكيل الملك والمحاكمه ديال الموكل ديالي بيد القضاء وليس بيد اي كان، لاننا احنا في دوله القانون في دوله الحق عندنا ثقه في القضاء. كنتمنى ان السيد وكيل الملك المحترم لدى هذه المحكمه باش يستجب للطلب ديالنا. الاجواء ديال الاستنطاق مرات في كل الضمانات المكفوله ديال حقوق الدفاع، بمجرد ما يتخذ القرار من هنا واحد الساعه او ساعتين غادي نعاودوا نبلغكم. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.